بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس أو فارس أوفيشال. مقطع جديد. مقطعنا اليوم راح يكون آخر أخبار الأندية وش جديد هاسي وإلى آخره. لكن قبل ما أبدأ بداية هذا المقطع أو قبل ما أبدأ أتكلم عن الموضوع، أتمنى إذا كنت جديد على قناة الشركة الآن خلونا نوصل 125 ألف مشترك في أقرب وقت، وأوعد أي شخص يشترك أنه بإذن الله يستمتع في محتوى القناة. الشيء الآخر، اضغطوا زر اللايك خلونا نوصل هذا المقطع 3000 لايك عشان ننتشر المقطع في كل مكان ونقدر نوصل أكبر عدد من المتابعين في أقرب وقت. وللإعلان والتواصل راح تروح لكم جميع حسابات في مواقع التواصل تحت في الوصف وفي التعليقات، سواء في التيك توك أو في الإنستغرام. تابعوني هناك وتابعوا جديدي عبر مواقع التواصل. والشيء الأخير، أتمنى طول ما نتكلم في هذا المقطع تذكرون الله عز وجل في داخلكم. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، والله ما راح تخسرون أي شيء. وخلونا نبدأ في مقطع اليوم، ونبدأ في أول خبر عندنا في حلقة اليوم، وهو عن إيقاف برونو هنريكي وأليوسكي. طبعا كلنا شفنا مباراة الأهلي والاتحاد اللي أقيمت يوم الجمعة الماضي. مع نهاية هذه المباراة انتشرت مقاطع كثير سواء لبرونو هنريكي أو الأليوسكي، ونكون صريحين مع بعض، كل الاثنين غلطوا وكلهم سووا حركات غير أخلاقية أبدا ولا تليق بدوري محترم مثل الدوري السعودي، الدوري اللي ينتمي للمملكة العربية السعودية بلاد الحرمين. يعني الصراحة كل الاثنين غلطوا أغلاط فادحة وسيئة جدا. لذلك زي ما انتشر في مواقع التواصل هو قرار إيقاف برونو هنريكي مبدئيا، واحتمال برضو إيقاف اليوسكي، أنا أبدا ماني ضد هذا القرار، حتى لو أنه أنا أشوف النادي الأهلي بحاجة لاعب كبير مثل أليوسكي وقاعد يقدم وقاعد يلعب أداء جدا جيد. ولكن الحق يقال، الحق على كل الناس، حتى لو كان على النادي اللي ممكن أنا أشجعه، عرفت كيف؟ لذلك أنا أشوف قرار إيقاف أليوسكي وبرونو هنريكي قرار جدا مهم عشان يتأدبون هذول اللعيبة، وعشان ما نرجع نشوف نفس هذه الحركات من جديد في الدوري السعودي، لأنه هذه الحركات تسيء لنا كدوري سعودي ودوري ينتمي للمملكة العربية السعودية. أتمنى منكم أنتم تعطون رأيكم في التعليقات، هل تشوفون فعلا يجب إيقاف أليوسكي وبرونو هنريكي، ولا خصوصا أنه أليوسكي يعني سوى هذه الحركة كمان الورد بلدنا لاعب سعودي، يعني ما هي حلوة أبدا الحركة اللي صارت منه حتى برونو هنريكي. الخبر اللي بعد هو رسميا وصل مدرب نادي النصر بيدرو مانويل اليوم إلى المملكة العربية السعودية، تحديدا مدينة الرياض، وراح يبدأ ويباشر على تدريبات النصر بإذن الله من غدا. وعد بيدرو مانويل حسب ما انتشر التصريح عبر مواقع التواصل في أحد الأسئلة، أنه شخص قال له هل راح نشوف آسيا؟ قام قال له بيدرو مانويل بلا شك. فهل تتوقعون أنه بيدرو مانويل قادر أنه فعلا يحقق دوري أبطال آسيا مع النصر، وخصوصا أنه كل اللي باقي في آسيا ثلاث مباريات، مباراة الوحدة، بعدها مباراة نصف النهائي، وبعدها راح تلعب النهائي. لذلك أنا أشوف أنه الصراحة مدرب مثل بيدرو مانويل قادر، لأنه عنده عناصر جدا مميزة، وهو مدرب ذكي جدا، وعنده الصراحة تكتيك جدا جميل ومميز، وشفنا هذا الشيء مع التعاون وحقق معاهم كاس الملك وخلاهم يحققون مركز آسيوي. مدرب كبير نكون صريحين مع بعض، وأنا أتوقع أنه راح يفيد النصر وراح يساعدهم فعلا لتحقيق آسيا. الخبر اللي بعده، أكدت المصادر المقربة والموثوقة من إدارة نادي الهلال أنه بالفعل قرر المدرب جاردن بالاتفاق مع إدارة النادي عن استبعاد لوسيانو فييتو رسميا في فترة الانتقالات الشتوية، وراح يبحثون عن بديل اللاعب سواء كان حارس ولا قلب دفاع ولا جناح ولا صانع، لكن بإذن الله راح يجيبون بديل له. أنا أشوف الصراحة هذا القرار جدا مهم، لأنه اللاعب ما قدم أي شيء أبدا لنادي الهلال، والهلال نادي كبير ويحتاج لاعب فعلا نقدر نقول عنه كبير ويستاهل أنه يرتدي شعار نادي مثل الزعيم مثل نادي الهلال. أعطوني برضو أراءكم تحت في التعليقات يا جمهور الهلال عن موضوع فيتو، هل تشوفون أنه فعلا يستحق الرحيل ولا لا لازم فرصة خيرة. والخبر ما قبل الأخير عندنا في حلقة اليوم، رسميا تأكد غياب كل من سعود عبد الحميد وحمدان الشمراني عن قمة الصدارة في الجولة القادمة بين الاتحاد وضمك. الصراحة غيابين مؤثرين جدا، حمدان الشمراني تحسن مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية، وسعود عبد الحميد لاعب لا يستغني عنه الاتحاد أبدا. راح تكون فرصة كبيرة جدا لضمك في المباراة القادمة أنه يحقق الانتصار، خصوصا أنه المباراة على أرض ضمك وبين جمهوره، وضمك متكامل وقاعد يقدم كورة جدا جميلة ومميزة هذا الموسم. طبعا متكامل والكامل الله، عشان بس حابب أوضح لكم عشان لا حد يكتب لي في التعليقات عن هذا الموضوع. صراحة
غيابهم مؤثر، وانتوا اعطونا رايكم في التعليقات، هل الاتحاد راح يقدر يتجاوز ضمك ولا لا؟ والان نروح للخبر الاخير عندنا في حلقه اليوم، وهو بخصوص بزنك هاسي. بعد نهايه مباراه الاتحاد انتشرت 10 اخبار من مصادر موثوقه، ولذلك انا قلت انه اداره نادي الاهلي قررت اقاله بزنك هاسي بالفعل. ولكن على طول امس يعني بعد مرور او انتهاء المباراه بيوم، طلع من مصدر موثوق ومؤكد في صحيفه الرياضيه انه اداره نادي الاهلي بالفعل قررت استمرار بزنك هاسي وعدم اقالته، حيث برر المدرب بزنك هاسي انه ابرز اسباب خسارته وتعثراته في الفتره الاخيره هي عدم وجود ظهير ايمن، الامر اللي هو كان يطالبهم فيه في الفتره الصيفيه، ولكن اداره نادي الاهلي ما قدرت توقع مع هذا اللاعب، بالاضافه انه وعدهم انه راح يشوفوا فريق جدا مختلف بعد فتره التوقف، وعدهم بتحقيق الانتصارات من المباراه القادمه امام الاتفاق. نكون صريحين مع بعض، اوكي بزنك هاسي ما ينفع النادي كبير مثل النادي الأهلي، تحسه مدرب مناسب للرائد ولهذه الأندية، أنا دعمته زي ما قلت لكم سابقا لأنه جاي من الأستاذ ماجد النفيعي، وإحنا لازم ندعم الأستاذ ماجد النفيعي في بدايته في كل خطواته، ولكن الآن من حقنا ننتقد ونقول الحق. أولا بزنك هاسي نكون صريحين مع بعض ما يمتلك العناصر اللي هو يحتاجها كمدرب. مين عندك جانب في النادي الأهلي غير إليوسكي ودان كلير والسومة؟ أعطيني مين في لاعب تقدر تقول عنه أجنبي؟ برادريتش، والله اللاعب هذا عالة في وسط الميدان وما شفت منه أي شيء. الحسن نداو نكون صريحين مع بعض أسوأ جناح أيمن في الدوري السعودي هذا الموسم، لاعب ضعيف جدا في المراوغات، لاعب لا يمتلك أي شيء يميزه سوى أنه يشوت، وحتى في الفترة الأخيرة التسديدات صارت عنده جدا ضعيفة وما منها فائدة. لذلك أنا ما لوم المدرب أبدا، هو ما عنده لا صانع لعب باوليني وراح، ما عنده لا محور دفاعي فيت سراح، ما عنده جناح أيمن ممتاز حسن نداو طلع مقلب، ما عنده ظهير أيمن زي ما طلب وهذا برضو من حقه، وقلوب الدفاع اللي عنده نكون صريحين مع بعض كلهم عاديين وحتى أقل من عاديين ما عدا دان كلير. المدرب عنده مبررات كثير وأنا ما ألومه أبدا غير تخاذل اللعيبة في أرضية الميدان، ولكن اللي أنا ألوم المدرب فيه هو تكتيكه السيء جدا أنه يعتمد على مهاجم واحد، وهذا لا يتناسب أبدا مع النادي الأهلي حاليا. إذا الأهلي يبغى يفوز لازم يلعب بمهاجمين، عمر السومة لحاله ما يكفي، عمر السومة ما عاد صار يقدر يخترق العمق وهذا شيء جدا مهم، أغلب الأندية أهدافها من العمق، بينما النادي الأهلي صار يحاول يلعب عرضيات ويلعب بالإضافة الركلات حرة، والركلات الحرة صعب تسجلها حاليا في الدوري السعودي، والعرضيات ما عندك لاعب يتقن العرضيات. أتمنى تعطونا أراءكم في التعليقات حول موضوع بزنك هاسي واستمراره، وهل أنتم مع أو ضد، وهل تشوفون أنه بزنك هاسي مضروب بالعناصر الموجودة عنده حاليا ولا لا. هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع ولسه مشتركت طالع لك الآن شعار القناة اضغط عليه واشترك، وخلونا نوصل 125,000 مشترك، واختار أحد المقطعين وعدك بالذنان وعجبك. شكرا لكم، ولا تنسون ذكر الله عز وجل يا حبايبنا.